السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف، لو أنا عايز أرسم بيم بس يكون بأشكال غير منتظمة، خليني نقول له نيو وأقول له إن أنا عايز أرسم متريك ستراكشر. أوكي، وعايز أرسم شكل غير منتظم، فهستخدم الماس. هقول له إن أنا عايز أرسم اللي هو الريفرنس بلان اهو، ده هسميه مثلا واحد، وده هسميه اتنين، وده خمن بقى هنسميه. طيب هاجي بقى دلوقتي من ماس واقول له امبليس ماس. اوكي، وابدا ارسم بقى الموديل بتاعي، هرسمه مثلا سي بي لاين. طيب هرسمه فين؟ هقول له سيت، واقول له سيت ورك بلان، واقول له ان انا عايز ارسم على ريفرنس بلان اللي اسمه واحد، واجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم السي بي لاين. ممكن تمسك الشكل دوت وتعدل فيه زي ما تحب. ده كده احنا عملناه على reference plane 1. فهاخد كوبي من هنا لهنا لهنا، وتعال نشوف بقى في 3D. كل واحد من دول تقدر تعدل فيه بحيث ايه ان يبقى فيه اختلافات بينهم. فاقدر مثلا النقطة دي شوية هنا، وانزل دي هنا، وانزل دي هنا، وهكذا. وبعد كده اعمل مثال، سلكت اليوم كلهم واقول له كريت فورم. فهو كده عمل شكل غير منتظم نهائي، وتقدر تعدل فيه بشكل يعني. ممكن نقرب من الخط اللي في النص دوت ونعدل فيه شوية. هتلاقي الشكل على طول بيتغير معاك. طيب انا هجي بقى في ليفل 1 وابدا ارسم حائط بعد ما اقول له فينش ماس. هقول له انا عايز ارسم حائط، طيب الحائط ما ظهرش معايا ليه؟ لان ده حائط معماري، بينما هنا التمبليت ستراكشر لو غيرت الاركتكشر هيظهر معاك الحائط. طيب هقول له ان انا عايز اري، واقول له الاري ده ما تعملوش جروب، شلت العامل جروب وخليه 8، وهديك اول واخر واحد، اول واخر واحد. طيب دلوقتي عايز احول الماس دي للروف، فاجينا في روف واقول له روف باي فيس، واروح معلم عليه واقول له كرييت روف. اخش على الفي في واتاكد ان الروف
موجود. طيب دلوقتي بقى هعلم على الوول كلها. التاش توب وراح معلم الروف. خلينا نخفي الروف ديت شوية والماس برضو. اصبح عندي الوول بالشكل دوت. طيب هروح بعد كده للستراكشر واقول له بيم وهقول له 3 دي سناب. لو انا قلت له كده ان انا عايز بيك لاين وراح معلم هيعملها لي في الارض، انما 3 دي سناب هيمشي على الشكل اللي فوق بالشكل دوت. طبعا نقدر نغير نوع ال نوع البيم لو احنا حابين. تقدر تشوف ايه النوع اللي انت عايزه، مثلا دوت بعد كده ممكن مثلا نقول له ان احنا عايزين نظهر الروف ست، وممكن نقول له بعد كده ان احنا عايزين نعمل هايت. وهتبقى لك البيمس بالشكل دوت. دلوقتي عايز اوصل بيم سيستم بين كل اتنين بيم، فهاجي هنا واقول له من التوب ان انا عايز ارسم بيم سيستم، واقول له 3D، لازم اعلم هنا 3D تمام. واقول له ان انا عايز بيك سبورت، بيك سبورت برضو لازم يكون في ال 3D. وهديله ارسم بقى الخطين اللي يقفل بيه الشكل. واقول له بيم سبورت، واقول له من هنا لهنا، واقول له اوكي. يظهر معايا بالشكل دوت، هو فعلا ماشي اهو مع الشكل اللي فوق. نفس الكلام ده يكرر بين كل اتنين بيم.